من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبة له في نهج البلاغة، وأنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، وليس عند ذلك الزمان سلعة أبور من كتاب الله إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه ثمنا إذا حرف عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر. واعلموا أنكم لم تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، وهم دعائم الإسلام وولائد الاعتصام، بهم عاد الحق في نصابه وانزاح الباطل عن مقامه، إلى أن يقول عقل الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية، وإن رواة العلم كثيرة ورعاته قليلة. هذه الخطبة الذي اقتطفنا منه محل الشاهد هي من خطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة، يبين ما سيقول به حال المسلمين بعد زمان، ونرى أن هذه الأوصاف منطبقة في هذا الزمان. أولا، ليس فيه شيء أخفى من الحق، الباطل منتشر في كل مكان، الحق لا يلائم مصالح الناس عادة، الكذب على الله ورسوله كثير والعياذ بالله، القرآن إذا لا يعمل به ويحرف عن مواضعه وتحرف معانيه منتشر، كل الإذاعات تتلى فيها القرآن أو يتلى فيها القرآن، كل مكان القرآن يتلى لكن إذا يحرف معانيه،
لا يعمل بمعانيه، لكن إذا أريد العمل بمعاني القرآن تراه أقل الأمور، تراه محارب. وبعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الزمان كيف نعرف الحق ونميزه عن الباطل؟ كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام: اعرفوا أهل الباطل تعرف الحق. إذا عرفت أهل الباطل يعرفون الحق. سئل لقمان: من أين تعلمت الأدب؟ قال: من الذين لا أدب لهم، لأني كلما رأيت فعلا قدر منهم استقبحته تركت ذلك الفعل. إذا أردت أن تعرف ما هو الحق انظر إلى أهل الباطل. فلهذا الإمام يقول: إنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. من ترك الرشد؟ أول تعرفون هذا الشخص، بعدين تعرفون الرشد. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. الشخص الذي نقض ميثاق الكتاب من هو؟ إذا عرفتوه تعرفون ميثاق الكتاب ما هو. ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، يعني لا يمكن أن تمسكوا بالكتاب حتى تعرفوا الشخص الذي ترك الكتاب. وبعد ذلك يقول: وظيفتنا الرجوع إلى العلماء العاملين، ينبغي أن نرجع إليهم. بعدين راجعوا الخطبة في نهج البلاغة، نحن ذكرناها مقدمة لبحثنا. البحث هو أنه الحوزة العلمية ثمرة من ثمار جهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم الصلاة والسلام. الرسول كان يعلم أصحابه الحلال والحرام في المسجد، دائما الرسول كان يحفظ في المسجد، يعلم الحلال والحرام لأصحابه في المسجد، يلتقي بالوقوف في المسجد. فكانت بذرة الحوزة العلمية هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام حسب ظروفهم، مثلا ظروف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وظروف الإمام الباقر كانت ظروف مناسبة، لأن الطغاة كانوا مشغولين بأنفسهم في حروبهم بني أمية وبني العباس، فكانت فرصة مناسبة للإمامين الصادقين الإمام الصادق والإمام الباقر لتشكيل هذه الحلقات في مسجد الرسول وفي غير مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتعليم الناس وإرشادهم. وبعض الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وحتى في زمان الأئمة بعض أصحاب الأئمة كان لهم حلقات في المدينة وفي الكوفة وفي غيرها، كانوا يدرسون العلم ويتدارسونه. فهذه الحلقات التي سميت فيما بعد بالحوزات كانت وظيفتها ثلاثة أمور، ولا زالت هذه وظائفها. أولاً المحافظة على تراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني الأئمة كان لهم تراث كبير من الأقوال من الكلام مما نقلوه عن الرسول عن الله عز وجل. هذا التراث من أوصله إلينا؟ العلماء. الحلقات الدرسية أو الحوزات التي كانت موجودة، أحد الأشخاص من العلماء الكبار اسمه العياشي، وله تفسير معتبر، تفسير العياشي من التفاسير المعتبرة. هذا الشخص كان ولدا لرجل ثري جدا، فحينما مات أبوه ورث من أبيه أكثر من 80,000 دينار. 80,000 دينار مبلغ جدا طائل، يعني 80,000 سكة ذهبية. زين، في زمان اللي عندما كان الإنسان يريد أن يشتري مثلا خروفا، الخروف كان درهم أو درهمين، يعني كل دينار
يصير خمس خرفان، شوف 800,000 دينار، عفوا 80,000 دينار، أي مبلغ كبير. هذا مبلغ طائل ورثه من أبيه. ماذا فعل بهذا المبلغ؟ هو أولا بدأ بالدرس والتعلم، ثم اشترى دارا كالمسجد. دار كالمسجد في ذاك الوقت، المساجد مو فقط صالة وفقط، لا، المسجد كان عدة صالة وفي أروقة وغرف كثيرة، مثل الصحن مثلا. الصحن شلون؟ المساجد سابقا كانت هكذا، يعني صالة كبيرة للصلاة، ثم صحن كبير، ثم غرف متعددة كثيرة. اشترى دارا كالمسجد، وقف هذه الدار للعلم، وأنفق وأفنى كل المال في الحلقات اللي كانت منعقدة في هذا في هذه الدار اللي هي كالمسجد. 80,000 دينار كل إرث أبوه صرفه على هذا البيت أو هذه الحوزة حسب التعبير في هذا اليوم. وحسب ما يقول علماء الرجال، جميع الأحاديث التي وصلتنا كانت هذه الدار في طريقها. كل ما وصل من تراث أهل زيد عليهم الصلاة والسلام، تشوف إما الراوي دارت في هذه المدرسة أو في هذا البيت، إما كان جاي يستنسخ، لأنه سابقا استنساخ الكتب كان من أهم الأمور، فكانت كثير من هذه الغرف مخصصة للاستنساخ بأدوات الاستنساخ من كتاب وقلم وورق وأمثال ذلك. فإما الراوي جاي دارت هنا، وإما جاي ناقل الكتاب أو الأحاديث في هذا المكان، وإما جاي مدرس في هذا المكان. على كل حال، جميع تراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مر عن طريق هذه المدرسة أو هذا المكان. رجل واحد صرف إرث والده في هذا الأمر، إذا ما كان يصرف إرث والده كان يصرف في نفسه، ما كان يفعل محرم، لكن هذا التراث كان يضيع. الذي حفظ تراث أهل البيت هي هذه الحوزات والحلقات العلمية. هذا أولا. الشيء الثاني، التشيع كما تعلمون من اليوم الأول وإلى يومنا هذا محارب. لماذا؟ لأن أصحاب الأهواء وأصحاب الباطل يحاربون الحق كما كانوا يحاربون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اليوم الأول إلى آخر الأنبياء. الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يحاربون جند الشيطان، فكذلك كانوا يحاربون أتباع الأنبياء، كانوا يحاربون أتباع الأئمة. فلهذا في طول التاريخ كان التشيع محارب بشتى الصور والأمور، مرة محارب بالقتل والتنكيل، عندما سلطان سليم العثماني افتتح شمال سوريا، حلب وأطراف حلب، هذه المناطق كانت بلاد شيعية من زمان الحمداني، من زمان الحمداني، سيف الدولة الحمداني والطائفة الحمدانية اللي كانت حاكمة. وكان زمان هناك الحوزة العلمية الشيعية كانت في حلب، وهذا ابن الزهرة الحلبي من هناك. فعندما سلطان سليم العثماني افتتح هذه المناطق في سنة 700 أمر بقتل جميع الناس، فقتلت في تلك المجزرة 400,000، قتل 400,000 إنسان من الشيعة. طبعاً 400,000 إنسان قبل 700 سنة، يعني نفوس دول مو نفوس دولة واحدة، 400,000 واحد. أو صلاح الدين الأيوبي اللي الآن هو يقبلون ويزمرون له بأنه كان بطل وفتح القوس وحارب الصليبيين وكذا، اللي هذا الكلام كله مو صحيح، بل هو اتفق مع الصليبيين ضد العباسيين في تفصيل موجود في التواريخ، وذكرها الشيخ حسن الأمين في كتاب له في هذا المجال، صلاح الدين الأيوبي بين الصليبيين والفاطميين والعباسيين. على كل حال، هذا الرجل حينما سيطر على مصر، مصر كانت
الدولة الفاطمية حاكمة، نكل وقتل الشيعة أشد تنكيل وأجبر الناس على تغيير معتقداتهم. وهكذا على مر التاريخ إذا واحد يراجع يشوف التنكيل والقتل للشيعة إلى يومنا هذا كان مستمرا، ولولا حماية الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله سخر ناسا لنشر التشيع لقضي على التشيع، لأنه لو جرى على أي دين أو على أي معتقد أو على أي مجموعة ما جرى على التشيع لا انقضى من اليوم الأول إلى يومنا هذا محارب. من الذي حافظ على التشيع على القاعدة الشيعية وعلى انتشارها؟ من؟ سؤال. الحوزات العلمية اللي هي في الحقيقة امتداد للأئمة عليهم الصلاة والسلام والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إيران إلى قبل 500 سنة كانت قلعة لانقلاع المخالفين. من الذي حولهم إلى شيعة؟ سؤال. العلماء. قامت دولة شيعية هي الدولة الصفوية، صار بالنسبة للعلماء هو أمان، إذا قالوا يبلغون ما في مشكلة عليهم. ذاك الوقت الحوزة العلمية كانت في جبل عامر، الشهيد الأول والشهيد الثاني وأبرارهم، اللي أحد العلماء عندما توفي في قرية من قرى جبل عامر اشترك في تشييعه أكثر من 50 مشترك في قرية واحدة. زين؟ فهؤلاء هاجروا بكثافة إلى إيران، بلغوا، والناس هم مو متعصبين، إذا وصلهم الحق يتبعوه. بالتدريج خلال قرن قرنين الناس تحولوا من مخالفين إلى شيعة. وهكذا الأمر في العراق، في جنوب العراق إلى قبل 200 سنة الأغلبية الساحقة كانت من المخالفين، علماء الدين من النجف الأشعري وغيرها، بلغوا الأغلبية الساحقة بالتدريج تحولت إلى أغلبية شيعية، ولا أكثر من 85% من العراق من الشيعة حسب الإحصاءات الحقيقية مو الإحصاءات المزورة. فالأمر الثاني الذي فعلته الحوزات الشيعية ما هو؟ حفظ القاعدة الشيعية وتوسيع هذه القاعدة الشيعية. فكل مكان ترى أن هناك ناس من الشيعة هذه البركة ظهور العلماء الذين تربوا في الحوزات. الأمر الثالث الذي فعلته الحوزات هي محاربة البدع ومحاربة الاستعمار. مثلا قبل حوالي 200 سنة صار غزو روسي لإيران. روسيا دولة عظمى كانت ذاك الوقت، روسيا القيصرية، وإيران دولة ضعيفة جدا، ملوك القاجار كانوا ناس فاسدين بشكل عام، مشتغلين بالملذات واللهو وأمثال ذلك، ما كانوا يفكرون في إدارة البلاد. لهذا صار حرب بين الروس وإيران، احتلوا شمال إيران، كثير من المدن الآن اللي كانت في الاتحاد السوفيتي سابقا مثل أذربيجان المستقلة ومثل بعض الدول القفقاز، وكذلك من هذا الجانب الثاني دول المستقلة الآن مثل تركمانستان وأوزبكستان وأنفالها، هذه كانت جزء بلاد الإسلام. لكن في القاجاريين بسوء تصرفهم في الحروب فقدوا هذه المناطق، احتلتها روسيا القيصرية أكثر من 200 عام. هذه الدول كانت تحت حكم المسيحيين أو الشيوعيين. طبعا الآن استقلت هذه الدول، وسنشوف في المستقبل إن شاء الله شنو يصير. فذاك الوقت كان خطر أن كل هذه البلاد، يعني كل إيران وكل أفغانستان وأمثال هذه تقع تحت الاحتلال الروسي. الملك هم ما يفكر في هذه الأمور، مستعد أن يتنازل بما شاء. قام أحد العلماء السيد محمد المجاهد، وسمي مجاهدا لأنه جاهد وذهب إلى الحرب مع الروس وقفهم عن حده إلى هذا الحد اللي بعد أكثر ما قدموا حد اليانار الحدود الفعلية.
وبعد ذلك هو كيف يقدم هو ايضا في رجوع من الجهاد. او في قضية ثورة التنبار عندما اراد الاستعمار البريطاني احتلال ايران، قام العلماء بقيادة المجدد الشيرازي ومنعوا الخطة البريطانية، وكذلك في ثورة العشرين، وكذلك في موارد اخرى. وقبل هذا الزمان اي وقت كانت هناك تظهر بدع، تظهر امور خلاف الشرع، من كان يقف لها بالمرصاد؟ الائمة عليهم الصلاة والسلام ابتداء، وبعد الائمة العلماء، لان العلماء ورثت الانبياء. فالحوزة العلمية قامت بهذه الادوار الثلاث، طبعا بادوار اكثر لكن هذه اهمها. اولا المحافظة على تراث اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ثانيا المحافظة على القاعدة الشيعية وتوسيع هذه القاعدة، وثالثا محاربة البدع. في المقابل اهل الباطل واهواء الاهواء الباطلة لم يتوقفوا، بل هم ايضا حاربوا هذه الحوزات وحاربوا العلماء. بداية بدأوا بالقلق والقمع والقتل، حاولوا بمختلف الطرق كسر هذه الحوزات. مثلا عندما الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه أسس الحوزة العلمية في قم، بعد فترة قام نظام الملكي نظام فهنوي رضا شاه، رضا شاه حارب هذه الحوزة أشد محاربة. أولا سوى الجندية الإجبارية، وكل الطلبة وداهم إلى الجندية الإجبارية. ثانيا منع العمامة. ثالثا منع المجالس الحسينية بمختلف الأشكال. رابعا منع إعطاء الحقوق الشرعية. وهكذا مختلف الطرق، يعني الطرق المالية للحوزات منعها، نمو الحوزة منعها، زين، ومختلف الأساليب اتخذها، وبعد العلماء وهجرهم وأمثال ذلك ليقضي على هذه الحوزة. وكاد أن يوفق لهذا الأمر لولا أنه صارت الحرب العالمية الثانية، ورضا شاه سفره، وابنه كان الشاه السابق صار حاكم بس ضعيف كان. وفي نفس الوقت لأن الغربيين كانوا يخافون من الشيوعية، ففتحوا مجال للحوزة، لأن الحوزة أيضا ضد الشيوعية، فخافوا أنه إذا الشيوعية سيطرت هذه الدولة أيضا تقع تحت سيطرة الشيوعيين. ففتحوا مجال للعلماء، لأن العلماء أيضا ضد الشيوعيين. فهذه الحوزة استمرت، الشاه أراد أن يخرب هذه الحوزة لكن ما توفق. حوزة النجف مثال المعاصر الواضح، الحوزة العلمية في النجف الأسرى هي أعظم الحوزات العلمية الشيعية كانت. حاربوها بمختلف الوسائل، النظام الحالي الموجود حاربها بمختلف الوسائل. إذا كانوا من غير العراقيين سفروهم، وإذا كانوا من العراقيين قتلوهم، إلى أن سووها شيء ضعيف. في زمان من الأزمنة ما كان لي 500 طالب. لماذا هذه المحاربة؟ لأنه الحوزات تنقل تراث أهل البيت، تحفظ القاعدة الشيعية للاستعمار والغرب ضد التشيع، ويحاربون البدع والاستعمار، وهذا ينبغي القضاء على هذه الحوزة. فعلى كل حال هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، الطريقة الأولى شافوها مو ناجحة، لأنه إذا منعوا الحوزة في مكان تنتقل إلى مكان آخر، منعوها في النجف انتقلت إلى سوريا وإلى قم وإلى 20 مكان آخر، منعوها في قم انتقلت إلى أماكن أخرى. مثلا ازداد انتشارها، كل ما حاربوها أكثر انتشارها صار أكثر. اتخذوا طريق آخر، الطريق الآخر محاولة إفساد الطلبة ومحاولة إفساد رجال الدين. مثلا الإفساد المالي، هو نفس رضا شاه، الشاه قبل هذا الشاه السابق، هذا
من طرق محاربته للحوزة الشيخ عبد الكريم الحائري كان يعطي لكل طالب راتب 3 توامين، راتب الطالب كان 3 توامين، فهذا أعلى أن أي واحد من الحوزة يجي يتوظف في الحكومة نعطيه 300 تومان، يعني 100 ضعف. فرضا إذا واحد طالب هنا يأخذ مثلا 4000 أو 5000 ليرة، يقولوا له تعال توظف عندنا نعطيك 500,000 ليرة بالشهر، يضعف ضعف. زين، كثير من الطلبة ضعاف الإمام طلب التحق، وهذا اللي راح صار قاضي، وهذا اللي راح صار ما أدري نائب في المجلس، وهذا اللي راح صار كذا، حتى كان واحد منهم اللي في بداية الثورة أحدنا كان يسمى العلامة الوحيدي. هذا العلامة الوحيدي كان من تلاميذ ميرزا النائم الكبير رحمة الله تعالى عليه، وكان عنده إجازة الشهادة. هذا بالفلوس من الطالة أول شيء أنشأ قصيدة، زين هذه القصيدة مطلعها أنه في الدين الإسلامي الحجاب مو واجب، لأنه رضا شاه كان عنده حق الحجاب أجبر النساء على السفور، در شرع أحمد المرسل حجاب واجب ميز، هاي مطلع القصيدة. وبعديها انخرط صار نائب في البرلمان وهكذا، والمقاصد الكثيرة، وعمر يعني أكثر من 90 سنة عمر الآن بداية طول المنظارة وعدم في ضمن وعدم. فهذا الإفساد المالي يبيع الفلوس حتى يبيع له دينه، والله سبحانه وتعالى محذرنا من هذا الأمر في القرآن الكريم عندما يذكر قصة الأحبار والرهبان، مو فقط قصة، يعني قصة بني إسرائيل عندما تذكر في القرآن ليست قصة خالية قصة، لا، وإنما لقد كانت قصصهم عبرة، لازم واحد يعتبر. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فلوس يأخذون بالباطل ومقابل أخذ هذه الفلوس بالباطل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فالإفساد المالي. الإفساد الثاني الإفساد بالمنصب، يعطيه منصب حتى يبيع له دينه. المحاولة الثالثة محاولة شراء بعض العناصر أو إدخال بعض العناصر، يعني واحد يكون دخلوه يدرس في الحوزة 5 سنة يعمى، وبعدين هذا الشخص يبدأ بالفساد والإفساد لتشويه سمعة الحوزة ورجال الدين. الوالد ينقل يقول جاء رجل إلى كربلاء قبل تقريبا 30 سنة، هذا الرجل كانت له عمامة كبيرة ولحية طويلة جدا، كان محترم، نقول احنا أول ما شفناه اغتررنا بمنظره، صورناه أحد العلماء لهيكله وشكله. يقول بعدين تبين ان هذا رجل يهودي اصلا، وشفنا الجواز ماله اسمه مثلا اسم يهودي، فقلنا له شنو قضيتك؟ يبدو ان هذا الرجل كان بسيط، قال نعطيه فلوس، كان شوي طول لحيتك وخلي عمامه على راسك واختر في البلدان واشتغل بالفساد. زين؟ ليش؟ حتى الناس يقولون اوه هذا عالم، اذا هذا العالم هالشكل فنحن براء من العلماء ومن الدين. أو كان واحد عميل لروسيا قيصرية اسمه ديار كوردي هالشكل ذكر، فهذا كان جاي جاسوس روس إلى نجف الأشرف، تعلم اللغة العربية، درس وكذا، ثم نفسه الشيخ عيسى اللنكراني، اسمه الشيخ عيسى اللنكراني، طبعا العلماء كشفوا عن محاولة جاسوس روسي. هذه هم المحاولة الثالثة، فالإفساد المالي والإفساد بالمنصب وإدخال عناصر لكي تشوه السمعة. بس إحنا الوقت ضاق بينا، بس كلمة مختصرة، دور الحوزة جدا مهم، ولكن ينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر، نهتم بدور الحوزة، يعني إحنا جينا صرنا ضمن هذا الدور، ينبغي علينا أن نقوم بهذه الوظيفة خير قيام. أولاً نحاول من ربي أنفسنا، لا يكون همنا المال، لا يكون همنا المنصب، وإنما يكون همنا
الحفاظ على الإسلام وعلى تراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إن طالع تاريخ العلماء الكبار للشيخ الأنصاري والمقدس الأردبيلي والعلامة الحلبي والشيخ المفيد وأمثالهم، الحضور في المجالس الدينية والأخلاقية راح يحاول يحضر، لأن الإنسان إذا عاشر قوما 40 يوما صار مثلهم أو صار منهم، يؤثر الدعاء جدا مؤثر. هذا مفاتيح الجنان موجود، دعاء الزيارة موجود، أدعية بمختلف الأوقات، الدعاء سلاح المؤمن. زين، الصحيفة السجادية واحد يطالعها أدعية الإمام زين العابدين كلها تربية وكلها علم. واحد يذهب إلى الحرم في خلوات الحرم حتى يكتب من فيض السيدة زينب سلام الله عليها والسيدة رقية في وقت الخلوات، مو في وقت القصر، ويروح بقى الزيارة حقيقة، مو بقى آخر أن يشوف الناس أو يشوف زيد أو يشوف حامر أو يشوف زائر مثلا، لا بقى الزيارة وكسب الخير من هذا المقام العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن هناك بقاع الله سبحانه وتعالى جعلها في الأرض يحب أن يعبد فيها، ومن تلك البقاع البقاع التي مدفون فيها أحد العظماء من الأئمة وأولادهم والأنبياء في خلوات الحرم، في وقت الخطبة، حتى الإنسان الاعتبار يكون اعتبار كامل. وملاحظة أخيرة ونختم بها الكلام، أنه الإنسان لا يكون إلى تبعية عمياء أو طاعة عمياء. الطاعة والتسليم لله وللرسول وللأئمة عليهم الصلاة والسلام فقط. أي واحد من الناس حتى كان أعظم العظماء طاعة عمياء لازم تكون، أكبر المراجع كان طاعة عمياء لازم تكون. نشوف أعماله، إذا أعمال مرضية لله سبحانه وتعالى نتبعه، ثم إذا أعمال مرضية يوم القيامة ما نقدر نقول أنه هذا إحنا اتبعناه فعمل كان كذا وإحنا هم ما كنا ندري. تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يوم القيامة. زين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القائمين بهذا الدور خير قيام، لأن نحن مسؤولون يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يسأل كل الناس مسؤولين، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن العالم مسؤول أكثر، لأنه انحراف العالم، زلة العالم زلة العالم، وصلاح صلاح العالم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها